النهاردة أدى طلاب طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة العربية على منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت أو أجهزة المحمول أو الكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019-2020 واللي هتستمر حتى 20 مايو المقبل. بكرة إن شاء الله يبقى امتحان اللغة العربية بالنسبة لطلاب أو طلبة وطالبات مرحلة تانية ثانوي. الوزارة الحقيقة ومعالي الوزير دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أشار إلى أنه 583,420 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي نجحوا في تأدية امتحان اليوم من إجمالي 589,000 طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، يعني نسبة المشاركة كانت حوالي 99%. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أنه الامتحان كان على فترتين ومتقسم الفترتين دول على كل محافظات الجمهورية. أول فترة كانت من 9 لحد الساعة 12، من 9 الصبح لحد الساعة 12، وتاني فترة كانت من الساعة 12 لحد الساعة 3. طيب كيف صارت الأمور بالنسبة لاستعدادات الامتحان بكرة، بالنسبة لاستعدادات كمان لامتحانات سنة ثالثة ثانوي إن شاء الله؟ يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف مع الوزير دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. مع الوزير مساء الخير وكل سنة حضرتك طيب. مساء النور يا رامي، كل سنة وحضرتك والسادة المشاهدين بكل خير يعني. وحضرتك بالصحة والسلامة. يعني أعتقد أنه شيء مطمئن الأعداد اللي شاركت في امتحان اللغة العربية النهاردة بالنسبة لطلبة وطالبات أولى ثانوي، ولكن بالنسبة للأعداد التي تخلفت إيه اللي هيحصل معاها فن؟ لا، نسبة التخلف دي على فكرة ثابتة عبر السنين، يعني دي نسبة قليلة كمان عن المتوسط، فدي ملهاش علاقة بالمنظومة خالص. هو اللي بيتخلف طبعا لأي عذر أو كده بيبقى فيه دور تاني وده هنعقده لمن تخلف أو اللي بيثبت عليهم الغش، فيه دور تاني في آخر الصيف بإذن الله. إنما العدد اللي حضرتك ذكرته يمكن وهو المعلومة الأهم إن ده 584,000 امتحنوا النهاردة، ده يمكن أكبر رقم في حضور الامتحانات الإلكترونية منذ بدايتها من أكتر من سنة. جميل. دي خامس مرة نعمل فيها التجربة دي، فالحقيقة حصل تقدم كبير جدا في إدارة المنظومة بالحجم ده. وبكرة في عدد زيه بالضبط من تانية ثانوي، فخلال الفترة من هنا لعشرين مايو نكون إن شاء الله في مصر، يعني بنحاول نمتحن أكتر من 1,200,000 طالب رغم الظروف الاستثنائية اللي احنا فيها، وده ما بيحصلش في كثير من الدول حوالينا يعني. طيب معالي الوزير اسمح لي، أنا دخلت إلى بعض صفحات الثانوية العامة بمراحلها المختلفة وتحديدا أولى ثانوي عشان أشوف ردود الفعل حول امتحان النهاردة، الحقيقة لم أجد أي شكوى والصفحات موجودة، إنما وفقا لمتابعة حضرتك النهاردة هل كان في أي تحديات كانت موجودة؟ لا والله، بنحس يعني في كذا جانب في السؤال ده، الجانب التقني او الشبكات والاجهزه والروابط والاكواد وكل القصص دي، يعني بالتالي الجميع بقى عندهم خبره كبيره فيها سواء الطلبه او الاداره الفنيه في الوزاره، فده ماشي الحقيقه سعداء بيه جدا بقى تمكننا من بنية تحتية ثابتة كفاية انها نعتمد عليها، وده استثمار جيد للسنوات اللي بعدها. صحيح. الاهم هو نوع الاسئلة. نوع الاسئلة اللي بنحاول هو التطوير الحقيقي يعني. في نوع الاسئلة برضو الولاد تألفوا معاه، خصوصا اللي هيمتحنوا بكرة بتوع تانية ثانوي، شافوه قبل كده السنة اللي فاتت مرتين والسنة دي مرة، ده رابع امتحان الكتروني بالنسبة لهم. فهو مش مسألة انه الكتروني قد ما هي مسألة نوع الاسئلة اللي بتقيس مهارات الفهم هم اتعودوا عليها، وزي ما حضرتك شايف ما فيش حوار عنها كتير. هم وده شيء بالنسبة لنا رائع ان هم يعني يتألفوا مع ده ويستجيبوا ليه، ده يمكن اكبر انجاز في الموضوع. طيب معلش اسمح لي حضرتك، انا عندي استفسار بس على البوست اللي حضرتك نشره منذ قليل لحد كاتب عاملين مجموعة على الواتساب يا جماعة نحل في امتحانات اولى وتانية اللي عايز ينضم، وفي ناس كتير قالت انها هتنضم، وحضرتك كتبت على هذا البوست استعدوا لامتحان الدور التاني. هو ده يعني هيتم حصر هذه الاسماء ويعتبر ده غش؟ زي ما حضرتك شايف كده. هو بص، في قضيتين، في قضيه التعليم وفي قضيه تانية بقى، قضيه تربيه، قضيه اخلاق، قضيه مبادئ.
فاحنا بنحط الضوء، واللي حصل في الفتره الاستثنائيه اللي احنا فيها ان الضوء اتحط على مشاكل في التعليم كنا بنتكلم عليها من 3 سنين ولم يستمع اليها ناس كثيرين. احنا قلنا قبل كده ان الولاد مش بتتعلم في النظام القديم، وكنا نعني ما نقول، وجزء كبير من ده مفاهيم معينه، يعني الحرص على ان انا اجيب نمره بدون ما استحقها او بدون ما اتعب عشانها، للاسف عند عدد مش قليل اصبح مش هقدر اعمم انما اصبح واقع. ولو حضرتك سالت امال كنا بننجح ازاي قبل النظام الجديد ده في جميع السنوات، وعشان كده بنشتري مشروعات بحثيه، وعشان كده بنغش في الامتحانات وبنغش عيني عينك، يعني الجروب ده جروب بابليك وفيه 90,000 من ولادنا بيفضل، مع ان الامتحان الالكتروني ده يعني الكتب معاهم المفروض، فيعني مش محتاجه خير، مش محتاجه غش، ده امتحان الكتروني وكتاب مفتوح وفي البيت وعلى الجهاز، يعني ما فيش اسهل من كده، وفي الجزء من المنهج اللي خدوه فقط، يعني منهج مختصر كمان، وفي الترم الثاني بس. ومع ذلك لو انا قادر ان انا اعمل كل ده، طب ما انا كنت اذاكر. وبعدين هم ناسيين حاجه مهمه جدا، ان دي سنه نقل، بس احنا بنديهم فرص كثيره جدا يتمرنوا عشان السنه الجايه اللي هيبقوا فيها في ثالثه ثانوي ما يزعلوش بقى، لان ساعتها مش هيقدر يغش اكيد يعني. طيب ما احنا بندربك، انت بتفقد نفسك الفرصه بايدك باختيارك. صحيح. وانا حاولت قبلها بيوم اقول يا جماعه، طبعا مش هرجع اقول الكلام بقى اللي احنا حافظينه، من غشنا ليس منا، ولكنه حقيقي. بس احنا تالفنا معاه ولا نرى فيه غضاضه، وفي ولاد من دول الاهل قاعدين حواليهم وهم بيعملوا كده. ده احنا بنناشد المجتمع يعني يفكر في الموضوع ده. مش حكايه ان انا احط كاميرا وراقبه، مش ده الهدف اللي احنا بنعمله. احنا عاوزين من تلقاء نفسه يبقى عنده الشعور انه عيب ان انا احط اسمي على حاجه مش انا اللي عاملها ومش انا اللي تعبان فيها. سواء كان مشروع بحثي، انا كده بحرم نفسي من التعلم باختياري. تمام. طيب معلش، عندي سؤال عذرا للمقاطعه فيما يخص المشروعات البحثيه. البعض كان بيقول هيبدا التسليم دلوقتي، مش هيبدا التسليم، وحضرتك اوضحت بانه يا جماعه موعد الحديث عن تسليم المشروعات البحثيه سيعلن يوم السبت القادم، هل في اي جديد في هذا الامر؟ لا، احنا فعلا هنعلنه زي ما وعدنا، طبعا في كل مره بنقدم اللي وعدنا بيه، فاحنا هنقول للجميع ازاي يقدموه، سواء الكترونيا او سواء ورقيا. جميل. واللي في المنازل يعملوا ايه، وفي ابنائنا في الخارج في مجموعات كبيره، هنقول لهم كل واحد فيهم يعمل ايه بالظبط. كل التفاصيل يوم السبت يا فندم. فما فيش قلق في الموضوع خالص، كل يهمنا ان الولاد تعمله وتبذل مجهود فيه. ومش طالبين منهم الكمال، طالبين منهم المحاولة عشان يبقى على الأقل اتعلمنا حاجة بإذن الله. سؤالي الأخير فيما يخص امتحانات ثالثة ثانوي، هي في موعدها؟ لأنه البعض طبعا شغال على السوشيال ميديا بيحاول يقول بعض المعلومات غير الدقيقة. الاستعدادات لإجراء هذه الامتحانات بالنسبة لطلبة وطالبات ثالثة ثانوي؟ لا، الاستعدادات كثيرة، واحنا برضو حددنا ميعاد، ودولة رئيس الوزراء حدد ميعاد يوم 15 مايو ان شاء الله للإعلان عن كل التفاصيل دي لما تكتمل. ولكن لمن هو يعني متوتر، وده شعور طبيعي، احنا دولة بتبذل مجهود غير طبيعي، وفي كمية آلاف البشر، يعني بس اديك ارقام بسيطه كده، احنا الثانويه العامه هيبقى فيها السنه دي ما يقارب 2500 لجنه، وده عدد كبير جدا جنب اللجان، لان احنا وسعنا المسافات. فما فيش لجنه هيزيد فيها عدد الطلبه عن 14، والرقم ده اتحسب على اساس مسافات معينه. وبنحاول نعمل جميع اساليب التعقيم، من اول بوابات الكترونيه لتوزيع كمامات يوميه عليهم لكل امتحان، لحاجات بيلبسوها في رجليهم، لتعقيم الفصول نفسها قبل وبعد. وطبعا في بقى الاداريين، وفي غرف عزل، وفي كواشف حراريه. فتخيل حضرتك بقى مع الارقام، الكلام ده في الثانويه العامه وفي الدبلومات الفنيه. الدبلومات الفنيه فيها 3000 لجنه، فاحنا بنتكلم على اكتر من 5000 لجنه. هنضرب الارقام دي فيها بما في ذلك من تكلفه ومن اداريين ومن مصححين، لازم نامن المصححين. الثانويه العامه بس فيها اكتر من 100,000 مصحح. فأرقام كبيرة جدا، وبنشتغل عليها طبعا أضعاف التكلفة،
أضعاف المجهود على مستوى المحافظات وعلى مستوى مديريات التعليم والصحة ووزير التنمية المحلية معنا وقوات المسلحة، يعني جميل. ففي استعداد كبير جدا جدا مشغلوش نفسهم بيه، احنا عاوزينهم يعني ما نوترهمش بيه، بس بنطمنهم ان كل ده بيتم وتفاصيله هنعلنها من مجلس الوزراء ان شاء الله يوم 15 مايو. في موضوع تاني الناس بتقوله، ازاي الدبلومات الفنية في نفس الوقت وده يعمل تكدس؟ لا، هي مش في نفس الوقت. احنا هنعلن الجدول، احنا بنستغل الفراغات اللي في الايام بتاعت امتحان الثانوية العامة لعقد الدبلومات الفنية، عشان الجهد اللي على الارض في موضوع التعقيم واللوجستيات بتاعته ما نعملوش مرتين منفصلتين. جميل. ده يعني ترشيدا للنفقات ولاداء خدمه افضل. رائع. فهو مش هيبقى تكدس ومش هيبقى في نفس الايام. جميل. ولا في نفس النقط. وننتظر يوم 15 مايو ان شاء الله لاعلان كل التفاصيل لكل هذه الاجراءات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مع الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني.